زار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية، يرافقه وفد أوروبي برئاسة البروفيسور تيري فيليب. وكان في استقبالهم عضوا كتلة التنمية والتحرير النائبان ناصر جابر وهاني قبيسي، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، ومحافظ النبطية حسن فقيه، ورئيس بلديتها أحمد كحيل، ورئيس مجلس إدارة مستشفى نبيه بري الحكومي الدكتور حسن وزني، ورئيس الجامعة الثقافية في العالم عباس فواز. وفعاليات، نحن جدا حريصين على إعادة عمل لكامل المرافق بالمستشفى. بهذا الموضوع نحن بالزيارة اللي يعني اجتمعنا بالاجتماع اللي صار فيه في وزارة الصحة مع دكتور وزني، واللي نحن شفنا فيها يعني الضرر اللي حدث، أو الآن في الزيارة يعني العينية اللي عملناها، برجع بأكد أن وزارة الصحة واقفة بكل ما تملك من إمكانيات وتجيش إمكانيات يعني الشركاء، خاصة الشركاء الدوليين، لا حتى نحن نقدر نرجع العمل على يعني المؤسسة وبسرعة على كامل المرافق. من جهته الدكتور وزني شرح دور المستشفى في تقديم العناية لمرضى السرطان وغسيل الكلى. دولة الرئيس وكبنا من بداية العمل مع نواب المنطقة مع اللجنة لتأسست مشان إعادة العمل وإعادة تشغيل المستشفى ومساعدة المستشفى الجمعية الثقافية بالعالم. تحدث البروفيسور تيري فيليب عن التعاون بين المستشفيات الفرنسية ومستشفى نبيه بري في النبطية على صعيد دعم مرضى السرطان وغسيل الكلى، وكانت بعد ذلك جولة للوزير الأبيض والحضور على أقسام المستشفى.